خاليو سييرا نائب وزير الخارجية الكوبي معارضة بلاده بشكل قاطع أي عدوان مباشر أو غير مباشر على سوريا، وعبر سييرا عن رفض بلاده لاستغلال السياسي للأزمة في سوريا على الساحة الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية واحترام حق الشعب السوري في تقرير مصيره. واعتبر نائب وزير الخارجية الكوبي أن الحل في سوريا يجب أن يكون داخليا ومستقلا، ويجب احترام سيادة سوريا.